بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يسعدني إن نلتقي مرة ثانية ولو كان عن طريق الأونلاين. كان نفسي فعلا نلتقي مباشرة، يكون وجه لوجه، أكيد التعليم حيكون مطمئن أكثر، لكن إحنا يعني هذا هو ظروفنا، ونتمنى لكم السلامة من هذا الوباء، وإن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله. اسم المادة الصحة والصحة العامة. هنبدأ مباشرة بالصحة، نتكلم عن الصحة، إيش معنى الصحة؟ هل إحنا مجتمع صحي؟ ثم نتكلم عن موضوع الصحة العامة بشكل عام. طبعا لفظة الصحة، كل مشاعر الكل بتكلم كيف صحتك، إيش أخبارك، صحتك كويسة، صحتك مش كويسة، يعني دائما يعني غالبا لا تجد تعريف محدد للصحة. يعني مثلا بيقول صحتي كويسه، طب الى اي حد صحتك كويسه؟ يعني الحمد لله صحتي كويسه وخلاص. هل معنى الصحه هو عباره عن، وهذا هي التعريف البديهي الاول ما بيجي على الانسان يقول ايش معنى الصحه، هو غياب الاعراض المرضيه او الخلو من المرض. طب هو هذا فيها منطق، صحيح انه والله الخالي من المرض هو عباره عن صحته كويسه. طب لكن في ناس هي خالية من المرض وصحتها كويسة، لكن أكيد عقلها مش كويس، عقلها مجنونة أو عندها اكتئاب نفسي أو ما عندهاش قدرة على عمل علاقات، أكيد هذا مرض أيا كان الأمر. يعني إذا الموضوع مش مرتبط في موضوع الصحة فقط، في موضوع اللي هو الموضوع البدني فقط. إذا في منظمة الصحة العالمية، طبعا منظمة الصحة العالمية اللي هي WHO، وهذا عبارة عن زي الأمم المتحدة بالنسبة للسياسة، هذه المنظمة العالمية بالنسبة للطب. يعني أي حاجة، أي موضوع طبي لازم تكون منظمة الصحة العالمية هي المسؤولة عنه. عشان هيك تشوف أنتم أغلب التقارير اللي بتطلعها الكورونا بتطلع عن طريق منظمة الصحة العالمية، وهي المنظمة المعتمدة، هي المنظمة المعتمدة. هذه المؤسسة اللي هو الصحة العالمية لقت تعريف كويس وصحيح إلى حد كبير، إنه إيش معنى الصحة؟ الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا. يعني مش بس اكتمال السلامة بدنيا، أيضا عقليا على مستوى العقل، وأيضا على المستوى الاجتماعي، على مستوى يعني الواحد ما يكونش عنده اكتئاب، يكون عنده قدرة إنه يكون علاقات، وليس أيضا فقط إنه مجرد انعدام المرض أو الحجز. طبعا هذا التعريف يعتبر تعريف شامل، هو هذا اللي تحفظوه تماما. إذا تعريف الصحة، الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وليس مجرد انعدام المرض أو العجز. إذا موضوع الصحة أكبر من أن يكون الموضوع بدني أو جسماني. عشان هيك هذا الموضوع الصحة زي ما شايفين في الصورة هنا، إذا في الرسم اللي في المخطط، إذا الصحة تنقسم إلى 3 أقسام مهمة: صحة جسدية بدنية اللي هي الصحة دائما اللي بنعرفها احنا، أيضا في الصحة النفسية والعقلية، هل هذا الإنسان عنده قدرة إنه يوازن وإنه يتكلم مع الناس، وأيضا عندنا هنا الصحة العاطفية، ما يكونش عنده اكتئاب، عنده قدرة إنه يعمل علاقات مع الناس. إذا لازم 3 أنواع من الصحة دي تكون موجودة في الإنسان عشان نقول هذا صحته كويسة. إذا صحة جسدية وصحة نفسية وعقلية وصحة اجتماعية. لكن هل كنا احنا على نفس مستوى الصحة؟ معقول؟ هل كنا على نفس مستوى؟ لا، في واحد صحته أحسن من الثاني، في واحد صحته أحسن من الثاني. وأكيد يعني مستوى الصحة مش كل عند الناس واحد. عشان هيك قسموا أنواع الصحة إلى ست أنو... إلى قسموا اللي هي مش أنواع الصحة، إلى حد نتكلم هنا عن مستويات الصحة. نتكلم عن مستويات الصحة. إذا قسم مستويات الصحة إلى 6 أقسام مهمة. أول صحة وأحسن صحة اللي هي الصحة المثالية. الصحة المثالية شفتوا تعريف منظمة الصحة العالمية، وهو اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وليس فقط الخلو من المرض والعجز. طبعا هي الصحة المثالية، هذا كلنا ننشد الوصول إلى هذه الصحة، لكن هل فعلا إحنا في شخص ما عندوش أي مشاكل اجتماعية أو مشاكل نفسية أو مش مفلوز أو ما عندوش أي، مش معقول ما عندوش ضغط، ما عندوش سكر، إذا لا.
الصحة المثالية لا يمكن أن توفى في شخص معين، إذا الصحة المثالية هي الإشي اللي بننشده دايما، بننشده دايما أو بنحاول الحصول عليه. يعني ممكن تحصل على 90% من الصحة، لا نخلي والله علاقتنا مع الناس أحسن، نخلي ما نتوترش ما نخافش. مثلا إذا كان أنا عندي ضغط أخذ حبوب ضغط، إذا كان عندي سكري أخذ حبوب سكري، إذا كان عندي سمنة أعمل رياضة وأعمل موضوع في الغذاء. إذا أنا دائما أحاول أوصل للصحة المثالية، عشان نسميها المثالية أي صعب الوصول إليها. النوع الثاني من الصحة وهي الصحة الإيجابية. الإيجابية الصحة الإيجابية عشان تفهموا إيش معنى الصحة الإيجابية، أحيانا بيكون عندك اثنين أخوة، يكون عندك اثنين أخوة، واحد لو فلوز بترمي الفلوزة 5 أيام، واحد تاني لا عافي ما شاء الله عليه بفلوز يوم يومين بعطس وبضلوا ماشي على طول. نتكلم ليش؟ لأنه في واحد عنده مناعة وواحد ما عندوش مناعة. فعلا صح كلام انه اللي بتبادر ذهنكم انه هذا عنده مناعه وهذا ما عندوش مناعه 100% صح. اذا الولد الثاني هذا كان عنده مناعه، اذا كان عنده صحه ايجابيه، عنده قدره على مقاومه الظروف الخارجيه، صح انه اثنين صحته كويسه، لحتى الان اثنين صحته كويسه، لكن واحد عنده قدره على مقاومه الامراض وهذا بنسميه الصحه الايجابيه، والثاني اللي ما عندوش قدرة هو صحته كويسة لكن ما عندوش قدرة على مقاومة أمراض بنسميها الصحة المتوسطة أو السلامة المتوسطة. المراحل الأقل هيك في موضوع الصحة نتكلم عن المرض الغير ظاهر. طبعا في موضوع المرض الغير ظاهر إنه والله كثير من الناس ممكن يكون يحمل المرض، وشفت في موضوع الكورونا إلى حد كبير في موضوع الكورونا إنه ممكن الإصابة بيها والانسان يعني بكون لا تظهر عليه علامه المرض، لا تظهر عليه علامه المرض. طبعا هذا على كل حال كويس، لكن هل هو زيه زي الشخص اللي عنده المرض الظاهر اللي تظهر عليه علامه المرض وبصير عنده صداع وبصير عنده حراره اكيد، واحيانا يحتاج الى عمليه تنفس او تنفس صناعي او غيره؟ لا اكيد. اذا في عندي صحه مثاليه اقل منها صحة إيجابية يكون الصحة الإيجابية، وفي سلامة متوسطة، في مرض غير ظاهر ومرض ظاهر. أيضا آخر مرحلة من مراحل الصحة هي مستوى الاحتضار. شفت أحيانا أنتم بكون في عندكم أشخاص الله يعطيكم الصحة إنه والله تقولوا ربنا ياخذه ويدعته، أو يعني بتدعوا له بإنه يعني بالصحة، هو بيكون هذا الشخص الذي وصل إلى مرحلة من المرض بحيث لا يمكن الرجوع عنه، خلاص يعني بقول كل الدكاتره استنوا ربنا ياخذ ودعته او ربنا يرحمه برحمته، هذا يسموه مستوى الاحتضار. اذا مستوى الاحتضار اللي هو بيصل الى مرحله من المرض لا يمكن العوده منه، لا يمكن العوده منه. طبعا كل شيء بإرادة الله جائز، لكن هذا يعني الى حد ما نتكلم عن احنا تقسيم الطب للموضوع. طبعا اخر مرحله اكيد مرحله الموت، هو هذا بينتهي فيه الحياه. اذا الصحه يا جماعه، الصحه بشكل عام تجيش بشكل يعني سريع او بتروح بشكل سريع، لا لا، الصحه عباره عن تراكمات. يعني مش زي واحد مثلا والله الفصل هذا بشد حالي، اذا بشد حالي بجيب علامه كويسه. الصحه لا، الصحه لا بتيجي في يوم ولا بشكل عام، لا بتيجي في يوم ولا في شهر، اذا هي عباره عن تراكمات. اللي بنعمل عاداتنا الصحيه اللي بنعملها واحنا صغار، هذه كل العادات الصحيه اللي بنعملها واحنا صغار هذه كلها يعني يعني سنراها يعني واحنا كبار، كلها سنراها كله. يعني اللي بيعمل اللي بيسيب نفسه للسمنه، بيسيب نفسه ل يعني امراض زي الضغط وغيرها، حيلاقيها كلها لما يكبر، يلاقي عنده ضغط ويلاقي عنده سكري، ومش من ساحيتها يقول لا بدي اظبط صحتي انا وارجع بصير معيش ضغط سكري. اذا الصحه عباره عن تراكمات، عشان هيك مهم جدا الانسان وبالذات لما يكون في سنكو انه يعمل عادات صحيه سليمه. كل ما عملت انت عادات صحيه سليمه كل ما ابتعدت لما تكبر ابتعدت عن حدوث المرض. اذا نفس الفكره المرض، اذا نفس الشيء بانه كل ما بنعمل الان من عادات صحيه سليمه ايضا نستطيع ان نتجنب المرض. طبعا المرض ما هو الحمار، المرض كثير فيه له
تعريفات كثير، لكن بشكل بسيط هو عبارة عن أي انحراف عن الحالة الطبيعية للجسم اللي تصبح فيه يعني أعضاء الجسم مؤسسته المختلفة غير كافية لإعادة الجسم إلى حالته الطبيعية المتوازنة، أو بأنه اختلال في التوازن بين وظائف الجسم. كلها تعتبر المرتان. أي خلل في الإنسان يخليه ما يعملش وظائفه الطبيعية هذا يعتبر مرض. وطبعا المرض بشكل عام يعني زي ما قلنا بأنه أيضا هو عبارة عن تراكمات، عبارة عن عادات غير صحية ممكن تحدث المرض. أحيانا في نوعين من الأمراض هتسمعوا فيها كتير أنتوا بالإنجليزي والعربي، في مرض الحاد والمرض المزمن بسموه acute اللي هو حاد acute disease أو chronic disease، المرض الحاد والمرض المزمن. يعني المرض الحاد هو مرض أعراضه تيجي بسرعة تختفي بسرعة خلاص، ممكن يؤدي إلى وفاة، نعم ممكن يؤدي إلى وفاة، لكن أعراضه زي الكورونا. الكورونا مرض غير مزمن أكيد، هو مرض حاد. بيجيك الكورونا لا سمح الله، يا بتطيب يا يعطيك الصحة ممكن بعد إيه كده لا سمح الله. إذا هذا مرض حاد. لكن في أمراض مزمنة، واحد بس عنده سرطان بقعد 5 سنين 10 سنين 15 سنة، واحد بس عنده ضغط بضل مدى حياته عنده ضغط، واحد بس عنده سكر مدى حياته بس عنده سكري. إذا ما لهاش علاقة بمدى خطورة المرض بقدر ما هي العلاقة بطبيعة ظهور الأعراض. في المرض المزمن الأعراض تظهر يعني ببطء وتظل يعني مستمرة إلى مدى بعيد من السنوات، بينما المرض الحاد هو أعراض المرض نفسه بتكون عبارة عن تيجي بسرعة وبتختفي بسرعة. في كثير من أنواع الأمراض مهم تركز عليها لأنها بتيجي أحيانا في الأسئلة هذه. أول حاجة أمراض بنقول إحنا أمراض خلقية وليس خلقية، أمراض خلقية ولادية وليست خلقية. خلقية لها علاقة بالأخلاق، خلقية لها علاقة بطبيعة الخلق كيف يخلق الإنسان. إذا أمراض خلقية نتكلم عن عملية الخلق الإنسان، وغالبا هي بتيجي بعض التشوهات اللي بتصير في الجنين أثناء وجوده في الرحم زي الخلع الوركي للجنين. أيضا في نوع آخر من الأمراض هي أمراض وراثية. هي أمراض إيش؟ وراثية، وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وأبناء وإلى من أبناء إلى أبناء ولا أمل في الشفاء. واحد لا سمح الله جاي منغولي، إيش تعمل له أنت؟ خلاص منغولي لا أمل في الشفاء، ابنك ده منغولي لا سمح الله أو كذا. في أمراض إلى علاقة بالوراثة خلاص، إيه مفهوم إلى علاقة بالوراثة، ولا يمكن حتى أحدث الطب الحديث ما عندوش، حتى لو كان أكبر دكتور دكتورة وعنده أكبر فلوس ابن منغولي هيجي منغولي خلاص، فيش إمكانية للشفاء. هذه أمراض الوراثية. الأمراض المعدية والسرية طبعا من اسمها معدية وسرية، هي أمراض تنتقل من شخص إلى آخر، تنتقل من شخص إلى آخر، وقد تكون بكتيرية مثل الكوليرا أو فيروسية مثل الحصبة أو فطرية زي القرع. أمراض معدية يعني هناك إيش المعدية؟ الفرق بين المعدية وغير المعدية يا جماعة، المعدية أي أن هناك مسبب، قد يكون بكتيريا فيروسات طفيليات، إنه في مسبب وهو الذي ينتقل من شخص إلى آخر. بينما الغير معدية لأنه فيش فيها هذا الإشي، فيش فيها المسبب، فيش فيها المسبب، فيش فيها المسبب، يعني العامل المسبب زي البكتيريا الفيروسات غيره، فإذا هي يعني لا تنتقل، وعشان كده نسميها غير معدية، وغالبا إلى علاقة بطبيعة الجسم نفسه زي القرحة زي السرطان زي كثير من الأمراض الغير معدية زي البهاق مثلا، هذه كلها أمراض. طبعا تفهموا تماما انه الامراض السرطان غير معدية ايا كان نوع، مش عن سرطان ابتعد عنه، او اللي عنده بهاق مثلا، او اللي عنده صدفية، صدفية ايضا مرض غير معدي. مهم جدا يا جماعة نعرف طبيعة المرض قبل ما نتعامل مع الشخص نفسه. والله مرض معدي والله ببتعد عنه، واحد مع كورونا ببتعد عنه اكيد لازم ابتعد عنه، لكن مرض مع واحد مع ايدز بشكل او باخر انا لازم ابتعد عن الادوات بتاعته وغيرها. لكن واحد معاه بهاق او صدفية مهم جدا، ما فيش شيء في التعامل مع الناس، ابعد عن الشر وغنيله، ممنوع يكون في حاجة اسمها ابعد عن الشر وغني له،
ليش؟ لأنه كل هذه عبارة عن يعني مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية كبيرة جدا، بأنه دائما يعني انه هذا الشخص اذا كان مرض مش مؤدي لازم اتعامل معاه، يمكن يكون احسن شخص سواء من الناحيه الاجتماعيه او من الناحيه الشخصيه، فحرام انا اخسر هذا الشخص لانه انا يعني لانه خايف من مرض وهو مرضه اصلا غير مؤدي. الامراض المهنيه من اسمها امراض مهنيه، هي امراض لها علاقه بظروف العمل. كل مهنه لها امراضها، كل مهنه لها أمراضها. يعني الدكتور أكيد له أمراض ممكن ياخذها من المرضى، الحلاق له أمراض ممكن ياخذها من الوقفة زي الدوالي، الأستاذ ممكن أيضا موضوع الدوالي، موضوع التوتر النفسي، يعني الطالب نفسه ممكن ما له علاقة بأمراض زي التوتر النفسي أو الجلسة الغير صحية على المقعد إذا كان المقعد غير صحي. إذا كل مهنة لها أمراضها. إذا إيش الأمراض المهنية؟ هي أمراض الخاصة بظروف العمل، ظروف العمل او ظروف اللي مش بظروف العمل كعمل، لكن بظروف انه هذا الشخص ايش بيعمل. اذا امراض اجتماعيه ونفسيه اكيد زي القلق، الخوف، الاكتئاب، هذه كلها تعتبر امراض اجتماعيه ونفسيه. امراض عائليه، ودائما لازم نفرق بين الامراض العائليه والامراض الوراثيه، دائما في خلط، حتى للان الامور مش واضحه. لكن عشان تفهموا ايش الفرق بين الامراض العائليه وأمراض وراثية، بأنه في الأمراض العائلية أنه ممكن شفائها أو ممكن ما تصيبش الناس. يعني مثلا والله أنا لا سمح الله أبوي عنده سكر وأمي عنده سكر، الدكاترة حيقول دير بالك أنت عندك مرض عائلي اللي هو مرض السكر، انتبه لصحتك، حاول تعمل رياضة، حاول تبتعد عن اكل الحلويات بشكل كبير، حاول يكون ما يكونش عندك سمنه. اذا كان قدرت اتجنب هذه الحاجات اذا مش حسي عنده سكري. لا هو يعني وكانه المرض العائلي هو الشخص بيكون اكثر استعدادا للاصابه بهذا المرض. الشخص بيكون اكثر استعدادا للاصابه بهذا المرض، مش زي الامراض الوراثيه. الامراض الوراثيه عباره عن جين ذكري وجين انثوي بيطلعوا مع بعض بصير اني هو المرض الوراثي الذي لا يمكن شفائه ولا يمكن معالجته. على عكس من الامراض العائليه، لان ممكن يعني قبل ما تصيبني لا سمح الله انا اكون اخذ الاحتياطات اللازمه في الموضوع. التاريخ الطبيعي للمرض. المرض كيف بصير الانسان معاه مرض؟ بسيطه، يعني كيف قصه حدوث المرض؟ اي شغله بشغل. طبعا انا في عندي ثلاث عوامل مهمه لحدوث اي مرض، ولازم تكون موجوده في يعني لازم تكون موجوده عشان يحدث المرض. او بسموها المثلث الوبائي. اللي هو زي ما شوف راسنا، الهوست اللي هو المضيف، environment اللي هو البيئة، والايجنت اللي هو العامل المسبب. لازم تتوفر هذه الثلاث عوامل مجتمعة والداخل فيما بينها لحدوث المرض، ولا يمكن حدوث المرض في غياب أي منها. لا يمكن حدوث المرض في غياب أي، عشان سمينا هذا ايش تعريف المثلث الوبائي، أن هناك ثلاث عوامل مهمة لحدوث المرض، وهي المضيف والبيئة والعامل المسبب، ولا يمكن حدوث المرض في غياب أي واحد. يعني والله تكلمنا مثلا في عوامل مسبب لا تكون موجودة، أكيد لازم عوامل مسبب تكون موجودة. هل ممكن يحصل فيروس الملاريا؟ لا. ليش؟ ببساطة لأنه بعوضة المسببة للملاريا مش موجودة في غزة. الحمد لله، هذا من نعمة من عند ربنا. المضيف، الانسان اللي لازم يوجد عشان يعني ممكن تصير ملاريا بدون وجود انسان؟ اكيد لا. اذا مضيف القبل، او والله لو تكلمنا عن انه شخص عنده مناعه، هل ممكن يصاب بامراض زي امراض الحصبه، الجدري، كل لا اكيد. مفهوم؟ اذا عندنا عوامل مسبب، عوامل مضيف، وعوامل البيئه. طبعا البيئه هي اللي بتتحكم في العلاقه بين المسبب ومضيفه. كثير من الامراض يعني لها علاقه بالبيئه،
والبيئة تساعد في حدوث هذه الأمراض. زي ما تكلمنا عن إنه والله في الشتاء في أمراض معينة بتزيد في الشتاء، وأمراض أخرى بتقل في الشتاء، وأمراض عندنا بتجي في الصيف. بنعرف شو أمراض الشتاء؟ طبعا الإنفلونزا، الرشح، كل الأمراض بتزيد في الشتاء من عوامل البيئة. الإغلاق نفسه، إغلاق الشبابيك نفسه بيزيد من إحداث الإنفلونزا والرشح والزكام، الرشح والزكام نفسه. أيضا في الصيف إيش العوامل اللي الأمراض ممكن تزيد في الصيف؟ مثلا زي اللي هو نقول الأمراض الغذائية، الأمراض التلوث الغذائي. أكيد أمراض التلوث الغذائي بيزيد في الصيف لأنه في عندنا حرارة مرتفعة، هذه الحرارة المرتفعة بتساعد على إنه يعني تكاثر الأمراض. إذا هذه كل العوامل أصبحت، وأصبح هذا الإنسان مريض، أو دخل ميكروب إلى جسم الإنسان بفضل وجود هذه الثلاث عوامل. قلنا عامل المسبب، وعامل المضيف، وعامل البيئة، تواجد هذه الثلاث عوامل معا وسويا. إذا حتخش المرحلة الثانية، وهي مرحلة المرض. طبعا المرحلة الثانية مرحلة المرض، أول ما يخش الميكروب إلى الجسم بمر بثلاث مراحل. أول حاجة مرحلة الحضانة أو المرحلة الساكنة. وطبعا عارفين انتم ايش مرحلة الحضانة؟ مرحلة الحضانة هي الفترة الزمنية اللي بين دخول الميكروب حتى ظهور الأعراض. يعني مش بدأ دخل ميكروب لا سمح الله، انت سلمت على واحد مع كورونا على طول حتعطس وحتروح، أكيد لا. لازم هذا الميكروب يدخل إلى الجسم ويتكاثر، وهذا نسميها مرحلة حضانة. إذا كان تكاثر وفي الأنسجة، هان بيبدأ الجسم يعني يتأثر بهذا الميكروب. إذا طبعا مرحلة حضانة تختلف من مرض إلى آخر. قد تكون في أن أمراض زي الإيدز مرحلة حضانة فيها تصل يعني في 50% إلى 10 سنوات في الإيدز، لكن هنا نتكلم عن مرحلة حضانة مثلا في الكورونا من يومين إلى 5 أيام بشكل عام، وقد تصل إلى 15 يوم. مرحلة حضانة في الكورونا من يومين إلى 5 أيام، وقد تصل إلى 15 يوم. يعني أنت يعني لو أنت شفت واحد وكنت أنت يعني خايف لا سمح الله يكون معك كورونا، إذا كان أنت سواء خلطته أو غيره، إذا كان بعد 5 6 أيام ما تكش على كورونا اطمئن واهدى بالك وهدي بالك. إذا أنت لو أنه بيجيك كورونا كان ظهرت بعد من يومين إلى 5 أيام، وغالبا هي من يومين، يعني غالبا يومين، لكن هنحط من يومين إلى 5 أيام. طبعا في استثناءات قد تصل الى 15 يوم، لكن هذه مش الحاله العاديه، الحاله العاديه من يومين الى 5 ايام. اذا دخل المرض، دخل الميكروب الى الجسم، تكاثر هذا الميكروب في الجسم، اذا سيحدث تغيرات في الجسم، وهي المرحله نسميها المرحله السريريه الاولى، او انه مرحله ظهور الاعراض والعلامات المميزه للمرض. العلامات بصير الانسان يبوح، بس عنده حرارة، كل هذه تسمى علامات مميزه للمرض. بعد ما يصير المرض والانسان ياخذ هذا المرض، بصير عنده المرحله الثالثه، يا بصير عنده مرحله نقاهه وبطيب هذا الانسان، او لا سمح الله ممكن يموت هذا الانسان. اذا المرحله الثالثه مرحله النقاهه في الحدوث. اذا مخرجة المرض قد تكون شفاء، الإنسان بيشفى من هذا المرض تماما، أو يتحول في كثير من الأمراض يا جماعة، يتحول هذا المرض إلى مزمن زي الكبد، التهاب الكبد بي يو سي. يعني الإنسان يصاب بالتهاب الكبد بي يو سي، بعدين يتحول إلى مرض مزمن فخلص. أيضا ممكن الإنسان يشفى مع تخلف، شو قلنا شفاء تام أو شفاء، أيضا بضل عنده تخلف أو عجز أو عاهة، أو ممكن يؤدي هذا المرض إلى وفاة. إذا ملخص لما سبق، أن مخرجة المرض هذا قد يكون شفاء، الإنسان بيشفى تماما، وأحيانا بيشفى من سواء كان المرض هذا التهابي أو غيره. إنتانية هنا معناتها التهابية، سواء كانت إنتانية أو غير إنتانية، يعني سواء كانت معدية أو غير معدية، أو التهابية أو غير معدية. ممكن في بعض الأمراض لها ميزة الانتشار، وهي أمراض قليلة، وبالذات لما نتكلم عن مرض السرطان لا سمح الله. مرض السرطان مشكلته بيجي عند عضو معين، لكن مشكلته بسموه ميتاستاتس، أو ثم ميتاستاتس، أو إنه هو بصير عنده انتشار للأعضاء الأخرى. انتشار بيكون عنده مثلا
الثدي لا سمح الله بينتشر الى الامعاء، بينتشر الى يعني اعضاء اخرى للعظام للدم، ينتشر الى اعضاء اخرى. هذه ميزه لبعض الامراض. ايضا اذا في بعض الامراض لها مضاعفات، كثير من الامراض يعني في احيانا مرض التهاب السكر ممكن يؤدي الى الحمى الرئويه، مرض تشمر الكبد ممكن يؤدي الى دوالي في المريء. بيقول احيانا مرض السكر، كثير مرض السكر في المضاعفات كلها، انه والله العمى والنزيف الشبكيه تعتبر من مرض السكري. ايضا عمليات البتر اللي بتعرفوا انتم بسموها القدم السكري، اذا القدم السكري ايضا ممكن يكون نتيجه او مضاعفات لمرض السكري. عشان هيك مهم جدا انسان لا سمح الله بحس انه سكري، السكر مش هو الخطوره بحد ذاته بقدر ما خطوره مضاعفاته إلى آخره. خلينا ننهي المحاضرة هذه وإن شاء الله نبدأ في المحاضرة اللي بعدها.